وأن يفرض قوة شخصيته. الكرة عند ريكيوتي، ريكيوتي مرر للوبا تسجل الفانتاجو لكاتانيا عن طريق البيروكولوسو الخطير لوبيز. دينيو حذر ميلو من هذا اللعب، دينيو قال بأنه خطير ولوبيز يؤكد ذلك، يعرف طريق المرمى، يقتني ورقة المرور نحو شباك ميلان. لاسيست السيرفي، التمرير الممتازة من ريكيوتي ولوبيز خالط الحارس ديدا ويعلن عن تقدم كاتانيا 1-0. التقدم للضيوف وسط باتة واضحة في دفاع ميلان في غياب للتغطية مع انطلاق سريع للوبيز. لوبيز يلعب كرة في الزاوية البعيدة، كاتانيا مسكارا أمامية، ريكيوتي، ريكيوتي للوبيز، لوبيز الخطير، لوبيز يقود محاولة لكاتانيا، يلعب كرة عرضية، الكولبو دي تيستا من ريكيوتي يسجل هدف ثاني لكاتانيا. راسية ريكيوتي في البورتا في شباك ميلان وكاتانيا يواصل تحقيق المفاجأة الكبرى في ملعب سانسيرو. غضب كبير من جمهور ميلان ودريان ريكيوتي يؤكد تفوق كاتانيا بعد هجوم منسق، بعد هجوم سريع أمامنا. ريكيوتي مرر ناحية لوبيز، لوبيز صعب الهدف الأول هو من قبل أسيست كروس مليمتريكو، كروس بالمقاس من ماكسي لوبيز وريكيوتي يتفوق على المدافع جوسيبي مالي ويعلن عن هدف ثاني لفائدة فريق كاتانيا. الإعادة من جديد، ريكيوتي يتفوق على لوكا تونيني ويغرد ديدا. كاتانيا سيدورف باتجاه رونالدينيو، رونالدينيو فارس يتابع اسكو يساند، رونالدينيو لسيدورف، هدف في مستهل الشوط الثاني سيكون مهم جدا لميلان. بيلو يمرر سيدورف وبوريالو في توقيت مبكر، بوريالو يسجل الهدف الاول لميلان بعد عمل كان رائع. بيرلو ناحية سيدورف، سيدورف يمر باتجاه بوريالو، بيلو سكامبيو تبادل كروي ممتاز ما بين سيدورف وبوريالو، بوريالو يعرف طريق المرمى لفريق كاتانيا أمام الإعادة. هدف كان ملعوب، هدف كان مدروس، وميلان في مستهل هذا الشوط، الشوط الثاني يسجل هدف سيكون هام جدا لعودة الميلان لهذا اللقاء. إذن خضرب مدرب يمتلك خبرة كبيرة، يحسن التعامل مع اللاعبين. قيمة ميلان، بوريالو يسجل هدف التعادل لبوريالو، دوبيتا لبوريالو، ثنائية لباركو، ماركو يعدل النتيجة، فرحة من جانب ليوناردو قبيل انتهاء المباراة في وقتها الرسمي بعشر دقائق. بوريالو يعدل، أبطي وراء شغل كبير، كروس داخل منطقة الجزاء يستقبل ويسدد، إغالت ويسجل، يعدل النتيجة، ميلان يعود، هدفان لهدفين، 2-2، 4 أهداف في هذا اللقاء. كاتانيا سجل هدفين في الشوط الأول، وميلان ثنائية في الشوط الثاني بفضل بوريالو اللاعب اللي يعود بقوة.